اللي جابك هنا؟ انت لسه ما سافرتش الناجي عليه لغايه دلوقتي، المفروض تكون هناك عشان الطلبيه. انا عارف شغلي زي المنظم حياتي، وياريت تقوم دلوقتي، الحكومه حطاين عليا من ساعه ما اشتريت المزرعه. الاسعار الجديده اللي طلبتها ازعجتنا جدا، وكان لازم اجيلك عشان اعقلك او اكشفك. ما احبش الاسلوب ده، لاني ما بتهددش وكلمتي واحده، او طول عمري بعمل شغلي من غير ما حد يمسك علي حاجه ولا في ثغره تقدر الحكومه تخش لي منها. بلاش تكون انت الثغره دي وتضطر انا اسدها. ثغره؟ قصدك ايه؟ عايز تخلص مني؟ انا في الشغل ما اعرفش ابوه. قوم فز دلوقتي، ويا ريت تعمل نفسك بتشبه علي ولا حاجه، وما تعملهاش تاني يا بنيامين. والله كبرت يا مناع وتعلمت تهدد. الظاهر انت اللي كبرت وخرفت وجاك زهرمر، ونسيت من هو مناع حسان الحويطي. الا لو في اي مخلوق مس امنه وسلامته بينمح من على وش الارض. اوكي، انا هستلم منك البضاعه في نفس المكان والزمان، وحيكون لينا حساب بعدين. احلى ورق عنب يا مناع دي. هو مين دي؟ ده واحد كان بيشبع علي. ما تشغلش بالك انت يا جابر، رجبه اللي جاب ابوك سديت نفسي. انا شايف ان كلام عمي حسان معقول، وانا موافق على كل طلباتهم، حتى لو هبني لهم بيت جديدة. والله تعال احضرنا يا كبير البندرية، لعلك وعيت وفقت. تعال قول رأيك في الحديث اللي بيقوله ولدك. حسان طلع من ورطته قدام اهل النجع وورطنا احنا. طب وليه ما اتجوزت ناسمة ومناع اتجوز زين اختي؟ كانك اتجنيت يا اما، عايز بتحسان تيجي تعيش وسطينا وتعرف اسرارنا وعيوبنا وتنقلها لاهلها وناسها. من اختي كمان هتعيش وسطيهم وتعرف اخبارهم وعيوبهم وتنقلها لاهلنا وناسنا. خلص، مناع كبير عليها واختك لسه صغيره. امال ليش شرطت انها تتجوز مناع؟ مش بكري ولد ناجي؟ عمك حب يحط العقده في المنشار زي ما بيقولوا. كان فاهم ان عيلة حسان هتستخسر مناع في بيتنا. وما دام مناع زين، ليه ما اتجوزت اختي؟ اختك محجوزه الولد سعفان، وبعدين احنا ما عندناش بنات تتجوز برا العيله. طب ما تسال اختي، ما يمكن توافق على مناع. اتقعد يهما، ما عندكش احساس عديم النخوه؟ عايز اختك تترمي في بط ولادهم؟ انت ايه، مش هيران عليها وعلى عرضها؟ ما هي نسمة هتترمي في باطي، وكله بالحلال وشرع ربنا. قلت لك اختك الولد عمك. انا بفكر ارد عليهم واقول لهم ما عندناش بنات للجواز. ما فيش غير جميله بنت سعدون اللي كان ابوها عشمان يجوزها لك. ياك كنت فاكر انهم هيوافقوا ان انا اتجوز نسمة قصاد ان مناع يتجوز جميله؟ طبعا مش هيوافقوا، لان حسب الاتفاق اللي اتفقتم عليه بنت الكبير قصاد بنت الكبير، يعني نسمك صد زينة. وما دمت انا موافق وهما موافقين يبقى خلاص بتمم الجوازة. قلت لك زينة مربوطة بولدي. انت يا عاد ما هتفهمش؟ الاتفاق ده باطل من اساسه. وليه؟ افهمك ليه. اي اتفاق بين عيلتين لازم يبقى بين الكبارات، وانا كنت مؤنون. عمك دياب هو اللي اتفق. يبقى الاتفاق ده اساسا باطل. وتصغرني قدام اهل الناجع يا ولد ابوي. معلش يا اخويا، معلش. تحمل انه بادي عشان نوصل لمرادنا. بعدين ما تنساش فيه اتفاق قبل سابق انت عملته وانا وافقت عليه. معاك حق، كلها ايام وتنفذ الاتفاق التاني ونبقوا اسياد الناجع. يعني ايه؟ يعني مش هتجوز نسمه خلاص؟ إذا كنت عايز تتجوز عليك وعلى جميلة بنت عمك سعدون، إحنا ما بنطلعش بناتنا برا. لا يا بوي، خلاص يا عمي، لا برا ولا جوا. أنا طالع أنام، بلا جواز بلا خوته. هأهملك أنا كبير وأروح أطمن على الرجالة وهم بيشاونوا الحشيش. بلاش يا دياب،
بلاش تروح تجر شكلهم، تعرف هرد حسان هي اللي بتوزن وتشوي. لا لا كبير، لازم يعرفوا ان من حقنا ان احنا نتمموا عليهم. بالاذن يا كبير البندريه. يا ابوي. الو، مين اللي عم يتكلم؟ ده منزل الباشمهندس مناع حسان. ايوه، وانا السكرتير بتاعه الخصوصي. انت مين وعايزاه في ايه؟ وانت مالك؟ ادهولي اكلمه. طب هو نايم وما اقدرش اصحيه غير لما يصحى هو بذات نفسيته لحسن طين عيشتي وعيشت ابوي. طب متشكر، هكلمه مره تانيه. طب اقول له مين اللي اتصلت ولا اقول له واحده وخلاص واسيبه هو يخمن؟ هو في ستات كتير بيكلموه ولا ايه؟ لا لا لا، ويمين الله انت اول حرمه هتتكلم هنا من سنين، وعشان كده هو هيستغرب وهيسالني ويقول لي مين اللي اتصل يا حصاوي. خلاص ما تقولش حاجه، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. احرق ابو اللي جابك، صوتك يصح الميتين. مين اللي كان بيتصل؟ واحده اتصلت وما قالتش اسمها وقالت لي ما اقولكش. هو انت هتسافر ولا ايه يا سمناع؟ ايوه، رايح برات بره غيب كد اسبوع واجيب طلبيه عجول. عايزك تفتح عينك للمزرعه زين، واي حاجه تحصل في غيابي تبقى تبلغني لما عاود، فاهم؟ حاضر يا سمناع، تروح وتيجي بالف سلامه. وابقى روح للحلاق خليه يشيل الهباب اللي في وشك ده. اشيل شنب يا سمناع؟ هو ده شنبك؟ تصدق طول العمر ده فاكره شعر مراخيرك. روح 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 اعمل لي شاي ولا حاجه. حاضر يا سمناع. يخرب بيتك، بتتنفس ازاي منه ده؟ مين اللي اتصل؟ مين اللي اتصل؟ نمرة غريبة. ألو؟ ألو؟ أيوة، مين؟ أنا مناع حسان. أهلاً أهلاً باشمهندس مناع. وأنت عرفت نمرتي منين؟ التوفيق به. أصلي طلبت النمرة وأنا في البنك عشان أتابع حسابي واللازم منه. أهلاً بيك. لا أنا تحت أمرك يا مناع بيه، أنت تتصل في أي وقت. ربنا يخليك يا بيه، مع السلامة. مع السلامة. بأن البنت اتصلت من ورا أبوها. مين ده يا أبوي؟ ده مناع بيه المليونير إياه. جاب نمرة بيتنا كيف؟ وعاوز إيه؟ عندك أي فكرة؟ أنا؟ فكرتي؟ قصدك إيه يا أبوي؟ لا قصد ولا حاجة. مش فاهم. ايه ما انتش فاهمه التوفيق؟ مين كان بيتكلم يا نورهان؟ عميله بيتكلم في مصلحه، مش عارفه ابوي مكبر الموضوع ليه. عن اذنكم انا طالعه نام.